خلينا نروح للمغرب نطمن على المنتخب الاولمبي والمدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي كابتن محمود حرب. يا ابو الكباتن الف مبروك، وان شاء الله بكره كمان نكلمك ونبارك لك على ان شاء الله ان شاء الله يكون التاهل، مع ان غينيا او منتخب غينيا فريق جيد جدا يعني. يا رب يا رب دعواتك ودعوات الشعب المصري كله يا رب ان شاء الله. اولا تحياتي للكابتن احمد فوزي لحضرتك، وان شاء الله يبقى كل التوفيق في مباراه بكره. مباريات صعبه الحقيقه قدمها او خاضها منتخبنا الاولمبي خلال الاسبوع اللي فات، ولكن في النهايه قدرنا نتصدر المجموعه وقدرنا نصعد كاول في هذه المجموعه، وحنلاقي المنتخب غينيا. شايف اللي بيحصل مع منتخبنا الاولمبي ازاي، وهل هناك مسانده اعلاميه جيده في هذا الامر من وجهه نظرك يعني؟ بص الحمد لله، طبعا احنا يعني بدانا مشوارنا بماتش النايجر كان بتعادل مخيب لينا احنا بنفسنا يعني. لا بس بقول لك ايه يا كابتن محمود، الماتش ده تحديدا، الماتش ده تحديدا في حاجه يعني. لا يعني يعني انت في حاجه، ما بقول لك ايه، تكسب 15 مثلا. جامايكا كان شغال معاكم. لا كان شغال ضدهم. بالظبط، ما بقول لك فوجئنا بخمس كور في العارضه، فرص بتضيع كتير. عاملين حسابنا ان احنا كنا نكسب اول ماتش ده، لان حضرتك عارف اول 3 بونت في اي بطوله مجمعه بيفرقوا معاك جدا. يعني كانت صدمه لينا كلنا، اللعيبه كاننا خسرانين وزياده كمان. حتى كان الراجل وكابتن بركات قال لهم يا جماعه احنا ما خسرناش البطوله، في ايه ده ماتش وياما بطولات مجمعه بيحصل كده في اول ماتش والدنيا بتمشي. حقيقي. بس بصراحه اللعيبه فضلت مركزه واشتغلوا. ماتش مالي عملوا ماتش كويس جدا. جينا ماتش الجابون برضو اشتغلنا، الاجوان اتاخرت اي نعم شويه، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وتصدرنا المجموعه. فضلنا هنا في طنجة، لان كنا لو طلعنا تاني مجموعه هنضطر كل الرباط كبير فكت يعني. فالحمد لله كرمنا وفضلنا. طبعا زي ما بيقولوا كده، عندك الحمد لله 4 لعيبه منتخب مصر تقاوم اللي هو اعلنه في النهارده التشكيل المثالي عندك ابراهيم عادل احسن لاعب، احسن لاعب، فكل الحاجات دي الحمد لله تخلينا منطقنا كويس، الناس محترفين، الفرق كلها عامله احسن، كلها حاجات كويسه تأهل بكره ان شاء الله ان احنا نخشه باداء رجولي برضه، وربنا يكرمنا ونفوز ان شاء الله. المنتخب الغيني منتخب جيد على ما قريت، انا ما شفتوش الحقيقه، ولكن على ما قريت ان هو منتخب جيد بيملك عدد جيد من اللاعبين اللي يقدروا يكسبوا ويقدروا يعملوا مباريات جيده، وبالتالي شايفين المباراه بكره ازاي؟ بص من الحاجات برضو عشان الناس برضو تبقى فاهمه، النهارده احنا لما منتخبنا ده اللي فات كان اول معسكر مع مستر ميكالي يعني. ايوه. اشتغلنا في الفتره دي. المنتخبات الثانيه انت عندك في منتخب تقريبا منتخب المغرب 26 لاعب محترف، القايمه كلها فيهم محترفين. وصوب بيقطع بس يا كابتن محمود، ممكن بعد اذنك يمين او شمال شويه عشان الناس تسمع بس. نعم؟ لا مش لا ارجع للاول بقى عشان كده قطع خالص. لا يعني احنا عايزين بس الجمهور يسمع كلام حضرتك. اتفضل يا استاذ كابتن محمود. المنتخب بشكل شهر 9 اشتغلنا مع الولاد على الفتره اللي فاتت على ماتشات وديه وعلى قد ما نقدر، والمهم وصلنا هنا. بتلاقي المحترفين فيها في قوائم منتخبات كامل محترفه. حقيقي. لعيبه قوة جسمانية قوية جدا، في فروق كبيرة، لكن برضو نرجع ونقول اللاعب المصري بيبقى مميز رغم ان هو مثلا ما بيلعبش في فرقته بانتظام، في منهم ناس ما بتلعبش خالص، لكن ده بيساعد ان مع مستر ميكان هو بيحفظهم اللي عايز يعمله بيطبق في الملعب، وده اللي كلكم اغلب الناس بتتكلم فيه ان الفرقة فيها شغل بيحصل، في حاجة بتحصل، فده بنحاول نعوض بيه بعض الفروق عن الفرق الثانية، لكن اللعيبة عندنا رجالة والله مأدين أداء كويس رغم الفروق اللي مع الفرقه الثانيه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ان شاء الله نفوز بكره. يعني الهدف الاول تحقق بنسبه 50%، لم يتحقق كاملا، وهو الصعود لاولمبياد باريس، ولكن اول وثاني وثالث هيصعدوا مباشره، الرابع هيلعب مع اعتقد من منتخب اسيا، مش كده؟ منتخب من اسيا. بالظبط، بيصفي مع اسيا بالظبط. فبالتالي 50% فقط، ان شاء الله لو ربنا كرمنا بكره هيبقى 100% من الهدف الاول حصل، وهو الوصول مباشره الى باريس، ثم الهدف الثاني بقى ان شاء الله الفوز بهذه البطوله، في ظل زي ما حضرتك قلت ان يعني الاقرب طبعا للوصول للمباراه النهائيه هو منتخب المغرب اللي بيملك الحقيقه عدد كبير جدا او كلهم تقريبا كلهم محترفين
25 او 26 كلهم. محترفين يعني 26 لعيب محترف. 26 كلهم صح؟ محترفين طيب اخر الكلمات اللي قالها ميكالي لكابتن بركات بقيه الجهاز الفني للاعبين. بص احنا جايين هنا عشان البطوله، احنا جايين ناخد البطوله صراحه كده. احنا حاملين اللقب واول ما جينا هنا تعبنا ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ناخد البطوله. بحلوها بقى بالرعب اللي هيحصل لنا لكن ان شاء الله نشتغل ان احنا ناخد البطوله، ده كان هدفنا. اوكي. يعني انا وحتى قلت لهم يا جماعه انا حاجز التذاكر العوده 9/7، مش راجع قبل 9/7. فكلهم قالوا لا واحنا معاك 9/7 راجعين ان شاء الله بعد الفاينل. واحنا عايزين نتفرج عليكم يوم 9 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن محمود اخيرا زياره فيتوريا النهارده ووجوده اعتقد في التمرين، جه التمرين اعتقد حافز جيد للاعبين. طبعا مكالمه الوزير برضه شيء بقول لحضرتك فرقت جدا. مهم جدا ان لعيبه منتخب مصر الاولمبي بيتمرن ويتفرج عليهم مدير فني المنتخب الاول. دول مستقبل الكره المصريه، المنتخب الاولمبي ده النوال اللي هيطلع منها ان شاء الله بعد البطوله دي، ممكن تلاقي 5 6 اسماء منهم في المنتخب حقيقي. الاول دفع معنويه جامده جدا وان شاء الله طبعا هو هيحضر المباراه بكره برضه، دي يكون ليها مفعول ان شاء الله على اللعيبه وان ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. ربنا يكرمنا وان شاء الله نكلم حضرتك نهنيك على ان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه. شكرا جزيلا كابتن محمود حرب مدير اداري منتخبنا الاولمبي. مهم جدا ان احنا كنا نسلط الضوء على هذا الامر لان الحقيقه المنتخب الاولمبي زي ما كابتن محمود قال واحد من يعني دايما المفروض المنتخب الاولمبي ده بيبقى رقم 2 خصوصا بعد خسارات كثيره جدا سواء مع منتخب الناشئين او الشباب.